يطرق الباب من فيطرق، من فيطرق، يفتحون فيلقي الجراب ويمضي ولا يعرفون من هو. وكان يفعل ذلك مع فقراء أهل المدينة، وكان يعلم البيوتات، بيت فلان الفقير عنده 5 أطفال، يعني الجراب هذا يكفي 20 يوما، قبل أن ينتهي يرسل له جرابا آخر. فكان يعطي للفقراء في الليل الدقيق والأرز والإدان وكل ما يحتاجه بيتهم. فكان أناس يعيشون ولا يدرون من أين يأتيهم، يصبحون في الصباح يتحدثون، يأتينا رجل ولا ندري من هو، ويقول آخرون ونحن كذلك، ويقول آخرون ونحن كذلك، ولا يدرون من أين ذلك. فلما مات زين العابدين فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فأحصوا بيوتات الفقراء فوجدوه كان يعول 100 بيت من بيوتات المدينة النبوية. رحمك الله ورضي عنك يا سليل بيت النبوة، زين العابدين ابن علي. انظر إلى إخفاء الصدقة. عبد الله بن المبارك كان ينزل طرصوص، مدينة طرصوص، شهرا في السنة، كان الناس يجتمعون يأخذون عنه الحديث، وكان هناك غلام يأتيه، شاب يأتيه فيأخذ عنه الحديث ويخدمه. نزل مرة مدينة طرصوص فافتقد الغلام فسأل عنه، فقالوا مسجون على 10,000 درهم. فسأل عن الدائن فدل عليه، فوزن له 10,000 واستحلفه بالله ألا يخبر أحدا ما دام ابن المبارك حيا. فالرجل أخذ دينه وأرسل إلى القضاء، والقضاء أرسل إلى السجن، وخرج الرجل فجاء، من الذي دفع لك الدين؟ قال الرجل استحلفني. فجاء إلى ابن المبارك ليأخذ عنه الحديث، قال ويحك يا شاب، ما لك أيها الغلام، لماذا تأخرت عنا؟ قال كنت مدينة. قال ومن الذي سدد عنك؟ قال رجل سدد عني ولا ندري من هو. قال الحمد لله، احمد ربك، احمد ربك يا غلام أن سدد عنك وفرج عنك. وما علم الغلام من الذي سدد دينه حتى مات ابن المبارك، لأن ابن المبارك كان يدفع الصدقة يريد الأجر ممن؟ من الله، ليس كمن يبني مسجدا ويكتب عليه بناه المحسن فلان ابن فلان، لا، وإنما يبني مسجدا يتصدق بصدقة لا يعلم أحد به. ثالثا، الإخلاص في الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 40 خريفا. ولذلك كان العلماء والزهاد والعباد يداومون على الصيام، ونحن نعلم من يصوم الاثنين والخميس ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن أذكر لكم موقفا واحدا. هذا الموقف يا إخواني لو لم يذكره لنا أهل السير بالإسناد الصحيح ما صدقناه. داود بن أبي هند صام 40 سنة ما علم به أحد حتى زوجته وأبناؤه. عجيب، الله، 40 سنة يصوم ما يعلم به حتى أهل بيته، ما قصته؟ كيف كان يصوم؟ كان يعمل خزازة، يعني يبيع الخز، يعني يبيع القماش، يعني كان له دكان قماش، محل قماش في المحلات في السوق. فكان في الصباح يقول لأهلي ضعوا لي فطوري في منديل، فيضعون له الطعام في منديل، يقول آخذه معي، فيأخذه معه وهو ذاهب إلى السوق فيتصدق به، ويظل في السوق ولا يعود إلا المغرب فيتعشى مع أهله وهو فطوره، فيظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويظن أهله أنه أكل في السوق، وهو صائم الدهر إلا الأيام المنهية عنه. انظر، هذا أمر عجيب جدا أن يخفي الرجل طاعاته. أخذنا الإخلاص في الصلاة، الإخلاص في الصدقة، الإخلاص في الصيام، الإخلاص في تلاوة القرآن.
إبراهيم النخعي كان يكثر من تلاوة القرآن، ولكن كان ينشر المصحف بين يديه، إذا طرق الباب طارق غطى المصحف بثوبه حتى يدخل الرجل ويسأله ثم يعود. لماذا يغطي بثوبه؟ يقول: حتى لا يقول الناس كلما دخلنا على إبراهيم وجدناه يقرأ، كلما دخلنا وجدناه يقرأ. إخلاص. الإخلاص في العلم، يقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم كله وما نسب إلي حرف واحد منه. رحمك الله يا شافعي. إخلاص. هشام الدستوائي من رجال الإمام البخاري المحدث المشهور الإمام العلم، في ترجمته في سير أعلام النبلاء يذكر عنه الذهبي مقولة عجيبة: طلب العلم سنين عدد حتى صار شيخا معروف. يقول هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إني خرجت يوما واحدا في طلب الحديث لله. انظر إلى اتهام النية واتهام النفس. يقول هشام الإمام العلم: والله ما أستطيع أن أقول إني خرجت يوما واحدا لطلب العلم لله. قال الذهبي: والله ولا أنا. لا إله إلا الله. إذا كان الأئمة الأعلام بهذه المثابة من اتهام النفس بالتقصير واتهام النية بالشوائب، فكيف بنا يا معشر الضعفاء؟ خامسا، قد يستغرب بعض الناس إذا ذكرت اسم هذه العبادة. أذكرها ولا بلاش؟ نذكرها. عبادة البكاء من خشية الله. البكاء من خشية الله عبادة، عباد. وبعض الناس قد يمر عليه الشهر والشهران بل السنة والسنتان ولا يبكي من خشية الله، رغم أن البكاء من خشية الله من صفات عباد الله المؤمنين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل قال العلماء: إن البكاء من خشية الله من صفات العلماء الربانيين. قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم اجعلنا منهم. بل إن البكاء من خشية الله عز وجل يجعلك في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بل الأعجب من هذا أن البكاء من خشية الله سبب من أسباب النجاة من النار. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن البكاء من خشية الله عبادة. أقول لك أخي الكريم: حاول أن تبكي، بس ما هو قدام الناس. لا، اجعل لك قيام ليل وابكي، اجعل لك تلاوة قرآن في البيت وابكي، اجلس مع نفسك اذكر ربك وسبح وتذكر عظمة الله وابكي، اذكر ذنوبك وابكي فيما بينك وبين الله. فإذا لم تستطع أن تبكي فاذهب إلى القبور وانظر إلى الموتى وابكي. فإن لم تستطع افتح المصحف واقرأ ورتل وحاول أن تبكي. فإن لم تستطع احضر غسل الموتى وابكي. فإن لم تستطع امشي في مخلوق، انظر في مخلوقات الله وتفكر وامشي بين الحقول والمزارع وابكي. فإن لم تستطع افتح كتابا من كتب السلف الصالحين ككتاب صفة الصفوة وكتاب الزهد بن المبارك وابكي.
فإن لم تستطع أن تبكي مع هذا كله